أكد المشاركون في ملتقى الإعلام المقاوم في مواجهة صفقة القرن الذي أقيم بدمشق أن صفقة القرن تمثل أقصى أشكال الانحطاط السياسي والسقوط الأخلاقي للمشاركين فيها، وأن هذه الصفقة هي الأخطر على القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور. تعتبر هذه الصفقة الأخطر على القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور، حيث تهدف إلى شطب وإلغاء وجود شعبنا فوق تراب وطنه الأزلي منذ آلاف السنين. المقاومة من جديد هي العنوان والشعار والطريق لاستعادة الأرض والحقوق. مقاومة تبدأ من التربية في المنزل إلى المدرسة إلى المؤسسة. مقاومة اجتماعية ومفاهيم تربوية تجعلنا متمسكين بحقوقنا. في هذا الملتقى الإعلامي المتواضع نحن لا نريد أن نغضب وأن نضيف جملة إلى الخطاب السياسي الغاضب. أقول لابد أن نضع الآليات وأن نضع البرامج التي تنطلق من سر الفشل. سوريا بفعل صمود شعبها وجيشها وقائدها العربي صنعت فجر ومجد هذه الأمة كي لا يضيع. كل ذلك هباء، علينا أن نبني الفكرة وندافع عن الفكرة ونحمي الفكرة، لأن الفكرة هي الأساس، وأن نفعل برامجنا بلغة وآليات عمل ترتقي إلى طبيعة المشهد. سوريا وفلسطين صنوان، لا بل أقول أكثر من ذلك، هما عبارة عن جسد واحد. وإذا تطلعنا إلى التاريخ أو رجعنا إلى التاريخ قليلاً، نجد أن الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها الأولى وقرن كامل من النضال، كان السوريون في طليعة من يقاتل من أجل القضية الفلسطينية. إذا أردنا حقاً أن يكون لخيار المقاومة نتائج إيجابية حقيقية، فعلينا أن نعود مرة ثانية إلى الاستثمار في المشروع القومي الديمقراطي العربي الذي يؤمن بنهج التحرير لكل الأرض الصليبة وفي طليعتها فلسطين. نتحدث عن صفقة القرن كأنها قدر، أبدا. بالوحدة الوطنية والوحدة القومية وبإعلام المقاومة نستطيع أن نرد كل الصفعات التي استمرت وأخذت ألواناً وأشكالاً ككامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة.